جميع موتى المؤمنين الذين تقدموا فانتقلوا من هذا المذبح المقدس ومن هذه الذيعة وهذا البلد ومن كل البلاد والنواحي راقدين على المعتقد المستقيم وبلغوا إلى الله رب الأرواح والأجساد فإننا نطلب التهليل إلى المسيح إلهنا الذي قد إليه نفوسه بالحظوة بغفران الذنوب والصفح عن الخطايا ويبلغنا وإياهم إلى ملكوته السماوي ولنأتوا في العهد القائلين قل يا إيسار قل يا في هذا القداس اللي أقامته كنيسة مار فرام هنا في واشنطن على أرواح ضحايا كنيسة سيدة النجاة في العراق، كيف تشعرون وأنتم هنا تتضامنون مع الشعب العراقي بآلامه وأحزانه؟ صدقا احنا يعني نشعر بحرقة قلب بأسى، ما بنعرف احنا هون في واشنطن نحزن على حالنا وعلى الطريقة اللي اضطرينا أن نطلع فيها من العراق، ولا نحزن على الناس اللي بقوا هناك ولحد الآن يعانون من دون ما أي شخص يهتم بهم أو يحاول يحميهم بطريقة أو أخرى. إحنا أقلية، إحنا ضعاف، فلازم الحكومة، لازم أي جهة مسؤولة تساعد هالأقلية. ومأساة كبيرة ونتمنى أنه تنتهي. بتقدم بالتعازي لجميع العائلات إن كانت مسلمين أو مسيحيين على هذه المشكلة العويصة اللي وصلت فيها العراق. بتمنى من ربنا سبحانه وتعالى أن يأم السلام والعدل والاحترام المتبادل اللي عشناه بمئات السنين مع إخواننا المسلمين والمسيحية مع بعض حدا جنبا جنب جنب. بطلب من الرب أنه يساعدنا بهذه المنحة، وإن شاء الله يعني كل شيء يتم على السلام، والله يسامح اللي بيسوا هذه الأشياء زي ما بقول يسوع المسيح. فنطلب من الشعب العراقي من جميع الطوائف المتعددة الموجودة في العراق أن يحترموا بعضهم بعض ويشتغلوا بالسلام لأجل السلام للجميع، والله يدومهم كلهم، والله يرحم أمواتنا من مسلمين لمسيحيين. Make us worthy, O Lord God. After this holy and divine peace that has been given, let us bow down our heads before the merciful Lord. For you, our Lord and God. هذا اليوم تجمع الجالية العراقية في هذه الكنيسة، كنيسة مار فرام في واشنطن، أكيد هو يعبر عن تلاحم العراقيين أينما كانوا وفي أي مكان بالعالم. أحب أستنكر العمل الإجرامي اللي عملوه بحق كل المسيحيين. يعني المسيحيين شنو ذنبهم؟
كانوا رايحين للصلاة. يعني حرام دا يسوون هيك. احنا اذا ما نحب بلدنا ومو مواطنين صالحين ليش باقين لحد الان بهالبلد؟ يعني حرام الشيء اللي سووه. شنو ذنبهم؟ كانوا بس رايحين للصلاة. يعني هم يعني نستنكر بشدة هذا العمل الإجرامي، وأحب أقدم أسفي وتعازية لكل الأهل اللي فقدوا أعزاهم. هذا اليوم في هذا المكان كنيسة ماري فرام في واشنطن نشاهد عدد كبير من الجالية العراقية تستنكر وتسجب الحادث المؤلم الذي حدث في كنيسة سيدة النجاة في بغداد. نعم، أنا أستنكر أيضا، أنا مسلمة جاي الكنيسة اليوم أستنكر هذا العمل البشع اللي حصل بالكنيسة، اللي صاب أخواننا المسيح، اللي دي يصيب كل العراقيين سواء كانوا مسيح أو غير مسيح. اللي أتمنى السلام يعم للجميع، واللي أتمنى هالتفرقة اللي دا تصير بين أخواننا الإسلام اللي بين سنة وشيعة ومسيح، أتمنى هذه تنتهي. إحنا ندعي بالسلام دائما، بس ما دا نخطي خطوة للسلام. يا ريت يتحقق السلام عن قريب يا رب. تضامن كبير في هذه الكنيسة، كنيسة ماري فرام في واشنطن، مع الشعب العراقي وبالتحديد الفاجعة، فاجعة كنيسة سيدة النجاة في بغداد. طبعا احنا كمسيحيين من أهم شيء بحياتنا أنه نتضامن مع بعضنا البعض ونوقف حد خينا الإنسان من أي طائفة من أي لون كان. فكيف بالحري إذا كان الإنسان هو أخونا بالمسيحية وبالسريانية، وخاصة يعني شعبنا بالعراق اللي عم بيعاني كتير من الضغوطات والاضطهادات والتهجير من مناطق اللي خلق وعاش فيها من يعني من أكثر من 2000 سنة هني مسيحيين، وهني من سكان الأرض الأصليين، وما بحياتهم أنكروا كل المسيحيين بالشرق، ولا ما بحياتهم أنكروا انتمائهم لهيدي الأرض، ولا حبوا أنه يبرموا ظهر يبتعدوا يعني عن هالأرض بشكل أو بآخر، أو أنه يبيعوها لأي سبب من الأسباب. هني مواطنين قبل ما يكونوا مسيحيين. المسيحية بالنسبة لهم هي انتمائهم الديني وبينهم وبين الله، وخاصة عنا بالمسيحية المسيح بيقول مملكتي ليست من هذا العالم. أما انتمائهم بالمواطنية فهو إلى البلدان اللي عايشين فيها بكل سوا. كيف تنظر إلى العمليات الإرهابية وبالتحديد من قبل بعض مرتكبيها وهم يحملون الجنسيات العربية؟ الإرهاب ليس له جنسية أو لون أو طائفة معينة، الإرهاب من الشيطان، الكل يعلم ذلك، ومن كل الطوائف. لا يمكننا أن ندين أي طائفة أو أي هوية بالإرهاب، بل ندين أشخاص، بعض الأشخاص التي لعب بعقولهم الشيطان. الإرهاب داخل العراق سيد رمون لا يعرف طائفة ولا يعرف مذهب، نشاهد عدد كبير من العمليات الإرهابية طالت أيضا المسلمين داخل العراق وأيضا الطوائف الأخرى والمسيحية. هناك تدخل أقليمي في الشأن العراقي، هناك دول تدعم الإرهاب داخل العراق وهي السبب في عدم استقرار الوضع الأمني داخل العراق. أنا لا أتدخل بالعملية السياسية بداخل العراق. أنا أدين كل عمل إرهابي يستهدف أي إنسان في أي مكان كان، في دور العبادة، في المستشفيات، في المدارس، في المنازل الآمنة، في الأحياء، في المراكز العمل أو ما شابه. كل ما يمكن قوله هو إدانة هذه الأعمال والصلاة لكي يعم السلام في كل البلدان وبما فيها، وخاصة في العراق الحبيب وكل المناطق العربية المجاورة. والسلام إلى جميعكم.